الحمد لله دازت المقابله اليوم في اجواء اللي مزيانه كما كتعرفوا حصدنا واحد النتيجه ديال 5-0. كان الخصم انه داير لنا واحد البلوكبه اللي كان صعب علينا او مأموريه شويه باننا نزيدوا في الاهداف، مي الحمد لله الاهم هو اننا حصدنا النتيجه. كنبغي نشكر البنات على هاد المجهودات هادو، كنبغي نقول لهم اللي استمروا في هذا ما بقى والو، ان شاء الله بقات لنا ان با كونتخ مصر اللي غتتاهلنا ان شاء الله للتشامبيونز ليغ. كنبغي نقول للجمهور العسكري والمغربي بقى مساندنا من بعيد، حنا كيوصلنا للسند ديالهم، كنبغي نقول لهم يبقاو معنا حتى لاخر رمق كما كنقولوا، وان شاء الله نجيبوا التاهل من الجيري ان شاء الله.